السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اصدقائي الاعزاء، معكم مع فيديو جديد على قناتكم حسن خطب والشخبطة مع سعيد سليمان. النهاردة هناخد او هنكمل حروف خط النسخ. النهاردة حرف الطاء مع الحروف، حرف الطاء مع الحروف. بسم الله الرحمن الرحيم. حرف الطاء يا جماعة، بس بكده كده علامة الصح مقلوبة صغيرة كده، وراه واخد جزء من الباء، مقاطع الباء بالشكل ده. حرف الألف بتاعه كده حلية، وبنزل على آخر الميل ده كده، ماشي. هنشوف حرف الطاء مع حروف. ادي حرف الطاء اهوت، مع الالف بس يا جماعه، باخد منه كده واطلع بالشكل ده الف عادي جدا. حرف الطاء مع الباء، حرف الطاء بص يا جماعة كده، بعمل سنة الطاء اهيت، والسنة دي بركب ما عليها حرف الباء اهيت، دي سنة حرف الباء اصلا. حرف الطاء مع الجيم نفس الشكل، انا حرف الطاء اهوت بص يا جماعة، بعمل له سنة، بعمل له سنة عشان ايه؟ زي دي سنارة زي ما قلنا بتركب عليها حرف الجيم، بيشبك عليها حرف الجيم بالشكل ده. طبعا طاء باء هي التاء والثاء والجيم والحاء والخاء، دي مجموعه زيها بالظبط. يبقى الطاء باء ديت نفس الشكل، الطاء جيم نفس الشكل مع حرفين تانيين. الطاء دال كده، واروح واخد الدال بص يا جماعه، اطلع فوق واخد الهو، الطاء دال ديت احط الالف بتاع الطاء. طارة مش يا جماعة، باخد الشكل ده كده، طبعا الراء بتبقى بالشكل ده. طاء سين يا جماعة، ادي الطاء اهيت، سنة اتنين تالتة كاسة اهي بالشكل ده. طبعا انا عملت الزيت بالاحمر كلها، البحر ماشي ازاي على الطاء بالاحمر والسين تبقى بالاسمر كده بص يا جماعه، وسنة اتنين ماشي. الطاء سين، الطاء مع الصاد اهي، طاء مع الصاد هناخد الايه الصب بعدين كده هي. طاء مع طاء، طاء ده الدرس النهاردة، وادي الطاء بتاعتنا المتصلة بيها طاء اليد ماشي. طاء مع العين، طاء مع العين بص يا جماعه، ادي العين اهي، اطلع الف وارجع نازل بالشكل ده. طاء عين طبعا، طاء عين زيها، طاء فاء نفس الطريقه، طاء فاء اهيت، طبعا احنا اتفقنا ان الفاء ايه؟ حوض وليست كاسة، بتتكلم على السطر وليست تحت السطر، والقاف كاسة وليست حوض، تنزل تحت السطر بالشكل ده ماشي يا جماعة، هي كلمة ايه؟ متطلعش فوق السطر. ادي الطا كاف، طا كاف طبعا مع
كفاية حرف الباء الشروط بتاعت الايه كفاية طه لام طه لام واخد اللام كده فوق يا جماعه بصوا لام بنزل بالكسبة بتاعت السطر الشكل ماشي الطه ميم اهي بصوا بطلع بكده اهي عادي جدا اهي الطه نون بالشكل ده الطه والنون اهي بالشكل ده اطلع كده يا جماعه واخد النون اهي الطه مع الهاء بالشكل ده اهي الطه اتصل بها الهاء بالشكل ده من هنا كده اطلع بعد كده طلع في الدال زي كلمة طه الطه مع اللم مع الواو اللم الواو الأول الواو تبدل اللم عمل قلق الواو الطه مع اللم ألف باخد منها كده يطلع ينزل اهو طه مع الياء بس يا جماعه نزلت بيها على طول عشان الطه ملهاش سنه طبعا مش هنعمل قنطره ولا حاجه الياء طبعا ده حرف الطه مع الحروف الأبجدية كلها إذا عجبكم الفيديو إن شاء الله بإذن الله يا ريت سبسكرايب ولايك وشير وإن شاء الله بإذن الله نلتقي في فيديوهات مفيدة وجديدة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبكم في الله سعيد سليمان.